مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في خطوط بيضاء، حلقتنا بعنوان ابتسامة المشاهير. ضيفنا ضيف عزيز، ضيف غالي، ضيف مميز، تعالوا نشوف مين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. ضفنا قيمة وقامة، ضفنا هو معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الواحد شعبان، أستاذ طب الأسنان أستاذ التركيبات وزراعة الأسنان بجامعة المستقبل، ورئيس رابطة أطباء أسنان مصر، والأمين العام للجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية وطب الأسنان التحفظي، ومحاضر دولي بعدد من الجامعات الأوروبية. أهلا معالي الدكتور. أهلا وسهلا. منور ومشرف قناة الصحة والجمال. شرف لينا أستاذ هاني الإعلام الكبير. ربنا يخليك يا رب. معالي الدكتور، علماء مصر هم الحاضر والمستقبل، وهم القدوة الحقيقية للشباب. هنا بغتنم الفرصة بوجود حضرتك في كشف مستعجل عن شخصية الدكتور أحمد عبد الواحد الشعبان ورحلته العلمية وكفاحه في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا سعيد جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة، ويعني أنا اتخرجت من جامعة عين شمس من الدفعات الأولى، لأن هي طبعا كانت كلية حديثة النشأة، ويعني أمضينا 6 سنوات الدراسة بحلوها ومرها، لما اتخرجنا بقى كان يعني في طموحات ان احنا يعني بعد كده نبتدي نتخصص، وده مهم جدا، لانه التخصص في شغلنا احنا مهم جدا جدا عشان يساعدك بعد كده انك تشتغل بشكل علمي. طبعا الاول مرينا بفتره التكليف في وزاره الصحه، وطبعا في احد محافظات الصعيد، وطبعا ده برضو خد فتره من الحياه، انه برضو الناس بتبص حكاية انه بيبصوا هو وصل لفين، ما شافوش الرحلة مشيت ازاي. احنا عايزين نوع على الرحلة. مهم جدا. رحلة كفاح وتعب. جدا. يعني انا اتكلفت في احد محافظة المنيا تحديدا. ويمكن امضيت هناك سنة. كطبيب عام متخرج جديد. وطبعا حضرتك عارف مشوار الصعيد بقى، يعني كنا بروح هناك نبات ونرجع، ويعني كان الموضوع شاق جدا. بعدها يعني بدأنا نتشجع شوية، فقدمت في الماجستير في جامعة عين شمس، أمضينا فيه برضو سنوات، حوالي يمكن 4 لـ5 سنوات. طبعا حضرتك عارف الماجستير وخصوصا في التخصصات الإكلينيكية، لأنه احنا برضو اللي ما يعرفش طب الأسنان فيه 13 تخصص. طب الأسنان 13 تخصص؟ 13 تخصص ما بين أكاديمي اللي هو مش محتاج على مرضى، يعني بيبقى شغل معملي أكتر، وفي تخصصات إكلينيكية حوالي 7 تخصصات تقريبا، اللي من ضمنها الجراحه وطب اسنان الاطفال والتقويم والتركيبات وزراعه الاسنان وخلافه. طب دكتور احمد، يعني انا كنت حابب ان انت تظهر لي رحله الكفاح ورحله التعب علشان تبقى قدوه، وحضرتك كعلماء مصر قدوه ما ومثل الكبير للشباب، فانا حابب يعني ان انا نركز على حته ان فعلا في كفاح، في تعب. طبعا. وهذاك احنا يعني عشان تتخصص في تخصص يقدر يفيدك علميا وكلينيكيا لازم تتخصص على مرضى اكلينيكي. طبعا. فانا اخترت تخصص تركيبات وزراعه الاسنان تحديدا. يعني ده تخصص مهم جدا وبيحل مشاكل، لان احنا موضوع فقد الاسنان احنا بنعتبره جزء من الاعاقه. تمام. زي اللي بيفقد اي جزء في جسمه. فده بيبقى غير قادر انه يعيش حياته طبيعيه، ما يقدرش ياكل كويس، اذا كان حاجه في الجزء الامامي ما يقدرش يبتسم كويس. طبعا. فانت بتحل له مشكله فعليه مشكله كبيره. فامضينا في التخصص ده لحضرتك حوالي 5 سنوات من العمل. في نهايه الـ5 سنوات مفروض انا كان في بالي انه يعني نكتفي بالماجستير، شجعوني بعض الزملاء قالوا لي لا ازاي لازم تسجل لدرجه الدكتوراه، وقد كان سجلت درجه الدكتوراه في جامعه الازهر، وامضيت برضو حوالي برضو سنوات اخرى من 4 لـ5 سنوات ما بين مذاكره وشغل على المرضى، وطبعا موضوع مرهق ماديا ومعنويا وكل شيء، يعني موضوع مش سهل. يعني رحله كفاح، رحله تعب. من روحتك 6 سنين الكليه. وبعدين 5 سنوات الماجستير، 5 سنوات دكتوراه، وطبعا عشان كده تحصل بعد كده ما تخش في سلسله الجامعه
لازم علشان يحصل ليك ترقيه او بروموشن في الاستاذيه وهكذا لازم تمضي 5 سنوات ثم 5 سنوات رحلة. يعني كمان 10 سنين زائد يعني ال6 سنين الاولانيين وال5 سنين اللي بعده، فحوالي قرب ال20 سنة اجتهاد مباشر وعمل متواصل لحد يمكن ما توصل لدرجه الاستاذيه اللي هي برضو المفروض مش النهايه. اكيد طبعا. يعني لحد النهارده بنعمل ابحاث تفيد المرضى في شغلنا، بنشوف اساليب جديده اكثر راحه للمرضى تحل مشاكل اكتر واصعب. دكتور احمد، يعني وتخصصك في طب الاسنان، فطب الاسنان في معظم دول العالم كيان منفصل عن الطب بصفه عامه، ده ليه دلاله معينه؟ ما هو في البدايه فعلا في لحد يمكن في مصر لحد العشرينات كان جزء من كليه الطب، كان جزء من طب السنان لحد العشرينات، لحد العشرينات في القرن الماضي كان جزء من كليه الطب، الى ان بدا ينفصل. انفصاله دي ليه دلاله طبعا؟ ليه دلاله طبعا، لانه التخصصات اتسعت. وكان الاول المتخصصات محدوده قوي، تمام، كان الطبيب ده بيعمل كل حاجه واي حاجه اللي هو الممارس العام بالظبط. لما بدات التخصصات توسع وحدك بدانا 13 قسم، فالموضوع ما بقاش يحتمل انه يبقى جزء من كليه، لازم ينفصل بكليه لانه العلم اتسع بقى. في احنا عندنا في شغلنا يعني بندرس 3 فروع بالمناسبه، بندرس جزء من فروع كليه الطب اللي بيدرسوا طلبه الطب في سنه اولى فيما يتعلق بالتشريح وعلم البطنه والرمد وهكذا، وبندرس جزء من كليه الهندسه، طب وهندسه خواص المواد طبعا، عشان المواد اللي بنتعامل معاها دي كلها مواد ليها خصائص، عشان كده بنقول لطب الاسنان علم وفن. بالظبط. هذا هو في الكتاب، هو ارت اند ساينس، هو فن وعلم، مقدمين كلمه الفن عن العلم في الفن عن في تعريف في تعريف طب الاسنان في الكتاب، عشان كده بيجمع بين الهندسه وبين طبعًا. الطب طبعا ده بالاضافه لعلوم طب الاسنان نفسها، فهي دراسه برضو شق بصراحه، واحنا الوحيدين في كل الكليات اللي بنعمل على مرضى خلال فتره الدراسه كطلبه، طلبه شغالين بيعملوا على مرضى خلال فتره الدراسه، يعني كليه الطب مش كده، ما بيمارسوش عمليات على مرضى خلال احنا بنمارس الحشو والخلع البسيط والتركيبات وهكذا على مرضى من بدايه من سنه ثالثه، يمكن الطالب يبتدي تقريبا من اواخر سنه ثالثه او اوائل سنه رابعه يبتدي يشتغل على مرضى طبعا ما فيها سنه الامتياز. فالموضوع شويه طالب طب الاسنان لا بيواجه مصاعب الحقيقه ومشقه عشان يتخرج كويس. يعني دكتور، عنوان حلقتنا ابتسامه المشاهير، ازاي نوصل للابتسامه الحلوه دي؟ طبعا لازم بالتخطيط الجيد مبدئيا، يعني هو العيان المريض لما بيجي لنا يقول لي انا عندي مشكله في الابتسام، انا عندي مشكله في اسناني الاماميه وشكلي مش عاجبني، الموضوع ما بيتاخدش سطحيا كده، لا لازم نقعد معاه نعرف مبدئيا تاريخه المرضي، طب سبب فقد الاسنان ده كان ايه؟ يا ترى في لا قدر الله في سكر، مرض السكر موجود، لا قدر الله في امراض في اللثه، يا ترى في امراض وراثيه ودت لكده؟ بقى نبتدي التخطيط الجيد للحاله ككل، نشوف بقى نبتدي الاول نعمل الاشعاعات اللازمه والتحاليل، بعد الاشعاعات نبتدي نعمل تصميمات معينه لاشكال الاسنان، فيما بعد ذلك نبتدي ننفذ زي بروفات، المريض يبتدي يشوفها يبتدي يقتنع اكتر، في حين وقت التنفيذ يبتدي بقى ترجع له ابتسامته الفعليه زي ما حضرتك بتقول، ونوصل النتيجه المبهره بالتخطيط. اهم شغل دلوقتي معظم طب الاسنان دلوقتي معظم مؤتمراتنا اللي بنحضرها بره مصر بتهتم بالتخطيط، تخطيط تريتمنت بلان، خطه العلاج، لو مشيتها مظبوط توصل لنتيجه مظبوطه. طب دكتور معانا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل استاذ حاتم معانا. كنت بسال هل التدخين بيأثر على نجاح زراعه الاسنان؟ تمام تمام تمام. طيب هو ده من المواضيع الجدليه جدا لحد النهارده. المعظم ابحاث طب الاسنان كانت في الاول خالص بتتكلم انه التدخين من الموانع اللي ما عملش فيها زراعه اسنان. التدخين من الموانع؟ كان في البدايه من الموانع، زمان كان في البدايه من الموانع، كان يعني الموانع بيسموها الموانع الشديده الخطوره اللي هو لا ما تعملش. تمام. نظرا لانه بيأثر على الامداد الدموي وبيأثر على الاكسجين وحاجات كتير قوي فيما يؤثر على الخلايا اللي بتحيط بالزراعه وتؤدي بعد كده للافساد. مؤخرا بداوا يتكلموا والله طيب احنا هنتكلم في معدل التدخين، هو الشخص ده بيدخن قد ايه؟ وبداوا يتكلموا بقى في بيدخن 10 سجاير في اليوم، اللي بيدخن 7 سجاير، طب والله ده ممكن نعمله. انا وخلال ابحاث ليا مع كتير من الزملاء بره وجوه مصر وصلنا لا، انه التدخين ليس من الموانع في زراعه حاليا.
ليس من الموانع في زراعة الأسنان. طبعا احنا ما بنشجعش على التدخين اكيد طبعا 100%، احنا ضد التدخين والعالم كله بقى ضد التدخين، بس اذا خلاص ربنا يعني ما عافاش عن الشخص ده انه ما يبطل تدخين، يبقى اذا ده لا يمنعه من انه يعمل زراعه اسنان وان شاء الله بتكون ناجحه. طب معانا اتصال تاني، فاطمه من الاقصر، اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايه عامل يا حبيبي الدكتور؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. سؤال حضرتك يا فندم. انا اكل ولا حاجه، اسناني بتوجعني كلها، مش عارفه ليه. يا ترى الحاجات اللي فيها حراره ولا اي اكل؟ يعني الحاجات اللي فيها حراره، بارد او سخن ولا اي نوع من الاكل؟ والله اي نوع من الاكل. تمام تمام. يا ترى طب الحاجات اللي فيها سكريات او موالح يا ترى بتقلمك؟ لما باكل سكريات برضه بتوجعني خالص كده. تمام، ده في الاغلب ده تسويس بسيط ان شاء الله رب العالمين، ويفضل يعني تراجع الطبيب فورا ان شاء الله، يعني يتم عمله في المرحله الاولانيه، ما يبقاش متقدم، ما يوصلش للجذور، لانه ده مبدئيا تشخيص مبدئي فقط لا غير، محتاج طبعا تشخيص كلينيكي مبدئيا حسب ما بتشتكي حضرتك. ده مبدئيا ان شاء الله ممكن يبقى تسويس في مراحله الاولانيه، يمكن انه ان شاء الله تراجع الطبيب الاسنان القريب منك، وان شاء الله رب العالمين يكون ليها علاج ان شاء الله بسيط ان شاء الله. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مشاهدين الاعزاء، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. معانا الاستاذ الدكتور احمد عبد الواحد شعبان، استاذ التركيبات وزراعه الاسنان بطب الاسنان جامعه المستقبل. معالي الدكتور، الزراعه والتركيبات هم الاثنين واحد؟ لا في الحقيقه، لانه ده برضو بيختلط فعلا، ده سؤال مهم جدا بيختلط على كثير من الناس، التركيبات هي الزراعه او العكس. لا، التركيبات هي تعويض جزء مفقود سواء سنه او ضرس او اكتر، عن طريق تحضير الاسنان المجاوره وعمل زي ما بيسموه بريدج او كوبري. تمام. فده هنا انا مستند على اسنان اخرى علشان اعوض الجزء المفقود. ده بالنسبه للتركيبات. ده بالنسبه للتركيبات، ان انا في جزء مفقود بعوضه بالتحضير على اسنان اخرى، ده بالنسبه للتركيبات الثابته. تمام. في تركيبات متحركه. اللي احنا هنتكلم عن انواع التركيبات. بالظبط كده. احنا حاليا بنتكلم على التركيبات. تمام. التركيبات هو تعويض جزء من الاسنان المفقوده او كلها. تمام. بتركيبه بعيدا عن العظم او مش داخل العظم، سطحيه جدا، بمعنى حضرتك لو في سنه مفقوده او اتنين او اكتر، بحضر الاسنان المجاوره ليهم وبعمل عليهم بريدج. تحضير الاسنان الاول، تحضير الاسنان، وبعدين باخد زي امبريشنز او مقاسات، وبعد كده بيتم التعامل معاها ونحضر التركيبه في الاخر، توصل ما بين الاسنان اللي قبل الفراغ واسنان اللي بعد الفراغ. سواء التركيبه تبقى متحركه يبقى من غير تحضير، هنعمل مقاسات برضو بنفس الكلام، وبنستند على الاسنان بزي كليبس او مشابك بشكل معين. فاذا انا هنا ما بدخلش في عظام الفك، او ما بفتحش حاجه في مستوى اللثه او في عظام الفك. ده كده فيما يخص موضوع التركيبات. يبقى انا اذا ما بتدخلش بعمليات جراحيه سواء صغرى او كبرى في عظام الفك. طب معانا اتصال سناء من القاهره، اتفضلي. ايوه يا دكتور لو سمحت، هل ينفع لمريض السكر تركيبات ثابته او زراعه اسنان؟ تمام، لسه كنا هنقول. طب كويس، هو في سياق السؤال بتاعنا. يعني المريض السكر عندنا لازم نكون واضحين ونصنفه، لانه يعني ده برضو ما بيتاخدش الموضوع على اطلاقه. مريض السكر لو سكره غير منتظم، اذا احنا بنتكلم انه للاسف مش هيصلح له ولا تركيبات ثابته، ممكن تركيبات متحركه تنفع طبعا، ولا زراعه اسنان. لو سكر بتاعه تركيبات متحركه فقط لا غير. لا، ولو سكره غير منتظم. تمام. هنا بنتكلم لو حد سكره بقى فوق ال 200 وبشكل منتظم، هو فوق ال 200 او 250 ما بينزلش، بنتكلم على العشوائي. تمام. طيب فرضا ان الشخص ده سكره منتظم، هنا نبتدي نتكلم. ساعتها ممكن نتيح له علاجات اخرى، بس بشرط انه يتنيه منتظم طول العمر. حضرتك عارف السكر فيه ابس اند داونز، بيعلى انما لو العيان ده بدا يلتزم بياخد علاجه بانتظام، مفيش مشاكل عنده في موضوع ارتفاع السكر، اذا ساعتها ممكن نتيح له انه نعمله تركيبات ثابته او نعمله زراعه اسنان، لان دي اجراءات في الجراحه، زراعه الاسنان في جزء جراحي. تمام.
فلازم تكون الانسجه يعني بكامل الصحه. فالسكر شويه بيأثر على الانسجه نتيجه زي ما حضرتك بيعمل زي انقباض في الاوعيه الدمويه، ما بيوصلش الدم للعظام حوالين الغرسات او ذراعات الاسنان فبتفشل للاسف. طيب معانا اتصال تاني، ايمان من القاهره، اتفضلي. ايمان اتفضلي. ايمان السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام يا فندم. سؤال حضرتك يا فندم. من فضلك عايز اسال الدكتور بس. اتفضلي معاك الدكتور. معاك الدكتور اتفضلي. عظم الفك عندي قالوا ان هو رفيع. معلش الصوت تاني كده. عظم الفك عندها بيقول انه يعني عظم الفك قالوا عندي ان هو رفيع ومحتاج اعمل زراعه اسنان، يا ترى في حل ولا لا؟ طيب ممتاز. يبقى احنا هنبتدي نتكلم بقى على زراعه الاسنان. تمام. العظام الفك لما يكون فيها مشكله في السمك، دي بقى بتواجهنا احنا. ليه؟ زراعه الاسنان بتحتاج مجال احط فيه الزرعه بشكل منتظم، وبعمل زي عمليه توسيع للعظام الفك بشكل معين في عمليه جراحيه، ونقدر ساعتها نحط الزرعه بتاعتنا. وقت البرنامج قرب ينتهي، بس حابب اسال حضرتك في النشاط العام بتاع حضرتك. تمام. انا الحقيقه اسست الجمعيه المصريه للاستعاضه الصناعيه والعلاج التحفظي يمكن في 2016. تمام. وطبعا هي مشرفه في الشؤون الاجتماعيه، ومن خلالها بدانا نعمل نشاطات اجتماعيه، مؤتمرات لاطباء الاسنان عشان نعلمهم وندربهم، وفي نفس الوقت المرضى بتستفيد من ورش العمل اللي بتتعمل، بيتعملوا علاج مجاني على اعلى مستوى. اسست بعدها رابطه اطباء اسنان مصر، ودي اهتمت اكتر بالنشاط التكافلي ودعم الاطباء، وعملنا مؤتمر مؤخرا في مارس اللي فات في سوهاج في الصعيد، وده كان مهم جدا لانه حتى سوهاج من المحافظات اللي ما فيهاش كل اطباء اسنان، فقدرنا نعالج المرضى بشكل مجاني طبعا، وده في اطار توجهات الدوله ان احنا بنقدر نوفر علاج المجاني للمرضى، ونمرن الاطباء في نفس الوقت على تقنيات جديده، وده كان مهم جدا. احنا تقريبا الرابطه موجوده في كل محافظات مصر، يمكن في 26 محافظه. معالي الدكتور، هموم ومشاكل المهنه شايلها على كتافك، شايف المشاكل وحلها ازاي؟ ما هو ده بقى اولها، انه الطبيب نتيجه الاعداد الكبيره اللي في الكليات للاسف ربنا يعين زملائنا في الجامعات ما بيقدروش يتمرنوا بشكل كفايه الاولاد بيتخرجوا، فنقدر ده دورنا احنا بعد ما بيتخرجوا ان احنا نبتدي نساعد الجامعات في هذا الدور، ان احنا نمرن الاطباء على الشغل الجيد. دي حاجه. تاني حاجه، دلوقتي في ظل ازمه الدولار والخدمات والخامات بتاعه الاسنان، احنا قدرنا نوفر ده عن طريق معارض من الشركات الداعمه لينا، ان احنا نوفرهم خامات طب الاسنان بتاعتهم بشكل مخفض ويسير، يقدروا يشتروا خامات لعياداتهم، لانه ده برضو من هموم الطبيب. مؤخرا برضو بدانا نتكلم في دعم الطبيب كمان في المستوى الاداري، لانه احنا المفروض صدر لنا قرارات قبل كده بانه الطبيب بطاقه تعديل بطاقه الوصف الوظيفي، انه الطبيب يتولى وظائف قياديه، انه يبقى وكيل وزاره صحه، وانه يبقى مدير مديريه، يبقى مدير مستشفى. عندنا في البحيره هو ده كان نموذج من النماذج، بس هو للاسف ما يتمش تعميمه، وده احنا برضو بنناشد الدوله انه نطبق بطاقه الوصف الوظيفي اللي عدلوها لنا، انه الطبيب يتولى، ما يبقاش مقصور على زملائنا الاحباب اطباء البشريين، لازم يكون اطباء الاسنان. طبعا احنا نذكر الدكتور انهال بلبع، طبعا نائب محافظ البحيره. طبعا طبعا طبعا، سيده فاضله واحنا عارفينها كويس. واقول لحضرتك عايزين نوسع بقى النماذج، انه يبقى في مدير مستشفى طبيب اسنان، يبقى في مدير مديريه طبيب، وده همنا وبنسعى وراه برضو، وده من ضمن هموم الاطباء انه ما بيتولوش وظائف قياديه، وده شيء. مع ان دلوقتي وزير التعليم استاذي الاستاذ دكتور خالد ابو غفار، ده كان طبعا استاذي في الكليه في عين شمس، وده شيء اسعدنا انه متولي حقيبتين وزاريتين، وده شيء يسعدنا جدا وبيدعمنا بشكل كبير جدا جدا جدا. الاطباء طبعا همومهم ثانيه في المرتبات، بس دي للاسف حاجه عامه لسياسه الدوله، بس عايزين نناشد الدوله اذا كان نقدر نرفع دخل الطبيب الاسنان عشان نشجعه انه برضو يكون برضو عنده الحماس، هو كده كده بيؤدي عمله بكل الامانه والاخلاص، عايزينه بس يبقى عنده كمان اكتر حماسا عشان نعينه برضو على الحياه، لانه ده برضو من همومنا. فاضل اخيرا المجلس الصحي المصري، ودي كانت خطوه كويسه جدا من الحكومه الحقيقه، انه حددوا تخصصات طب الاسنان، ويبتدوا الطالب يبتدي من الاول يبقى له تراك هيمشي عليه، هيخرج هيتخصص، ما فيش بقى حكايه ممارس عندي، عايزين ما عادش في العالم كله حاجه اسمها انه كل الناس تبقى ممارس عام، ما ينفعش. يعني بيبقى فئه صغيره ممارس عام، والباقي كله في تخصصات مختلفه،
ونضمن الكواليتي بتاع التعليم. وده الحقيقه من التوجهات المحموده للدوله، احنا بندعمها برضو. فالحقيقه دي كل دي هموم انا 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 بسعى وراها وبنحاول نحلها. الوقت معاك مر بسرعه دكتور، يعني نتمنى نستضيفك في حلقات جايه باذن الله. شرفتنا ونورت قناه الصحه والجمال. المشاهدين الاعزاء، سعدنا بكم مع الدكتور احمد عبد الواحد الشعبان، استاذ طب الاسنان والتركيبات بجامعه المستقبل، ورئيس رابطه اطباء اسنان مصر، وامين عام الجمعيه المصريه للاستعاره الصناعيه. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.